قال لها تعالي راه سميتو ما عرفت البحيري ولا ما عرفت، قال لها راه جالس مع جوج البنات، اللي فعلا جات القهوه لقاتو جالس مع جوج البنات، بقات تتناقش معاه مع زدت كاس وضرباتو، ماشي شيرت به الكاس، جاب لي في وجهه ضريبه صغيره شويه جا، سنين وهي مصاحبه مع شيرته وصاحبو اللي غوتها في التليفون قال لها جي راه جالس مع جوج البنات هنا في القهوه وانا تتسكن انا ولد الحوش جنبي. واش هي ضريبه صغيره ويتيمه قالت لك ما عندي لا بالا امي وات اخويا هي ضربت تتعرف لك انا شيرت عليه بالكاس مع جوج في القهوه جالسين في القهوه وكانت موعدها بانه بغا يتزوج بها هي ساكنه في الاول حوس امر الله سبحانه وتعالى ولا غادي يخلص غادي انا طالع على الدار انا ولد الحسن هنا ولد الحسن ودان غوت لها صاحبو قال لها راه جالس مع جوج دريات هي بالغيره 50 وهي معاه وداك الشيء شيرت عليه بالكاس مريح راه مريح مع جوج دريات هو هنا مريح راه داك الشيء دابا صاحبو اللي جبد لها هاد البلبله كاع جا يغوت ليها ولا هي هذا هو الصراحه.